في كثير ناس بيحاولوا يسألوني عن جماعات إسلامية بأسماء مختلفة. أنا نصيحتي لاحظوا كل من يقاتل أهل الباطل، يعني أنت خذ القاعدة التالية، أنت في باطل متأكد منه 100% اللي هو مين؟ الحكومات العربية، هذا باطل 100%. بستثني مين؟ ولا حدا. بستثني ولا حدا. طيب ممتاز، ليش؟ لأنه بأي حق أنت بتحكم؟ أنا فاهمني بأي حق أنت بتحكم بأي حق؟ ثم لصوص، كلهم لصوص. طيب المهم، وبعدين بيرهنوا الأمة لصالح الغرب وغيره، هذول متأكد منهم. أنا افرض أنك شاكك أنت في قضية الجماعات اللي بتقاتلهم، طب في إشي أنا مستيقن منه وفي إشي أنا شاكك فيه بدي أفترض. لذلك أنا شخصيا أرفض أن أقيم أي جماعة تقاتل هالجماعة هالأنظمة التافهة هاي. ليش؟ لأن الحرب الإعلامية أصلا محرب الإعلامية دورها هائل اليوم، ومعظم اللي مسيطر على الإعلام، معظم مسيطر على الإعلام هم الناس المالكين المال، المالكين المال، تمام؟ فبالتالي أنا بقبلش اليوم أقيم أي جماعة تقاتل الأنظمة. إذا بدي أبدأ أقبل إني أقيم أي جماعة كانت، أنا بكون بصالح الجواسيس، أنا بكون في صالح الجواسيس. ولذلك قد ما بيسألوني الناس أبشع بجاوب أنا، ولا مستعد أقيم أي جماعة، لأنه زي ما قلنا أي تقييم لأي جماعة سلبي أنت عم بتصف مع الجواسيس هدول المتسلطين على رقاب الأمة. والآن القضية مش محتملة، المعركة قائمة، الآن المعركة قائمة لا تحتمل، المعركة قائمة لا تحتمل، تمام؟ لا إيش تحتمل؟ فيش اجتهادات في المسألة، هم بدهم يدخلوك في هذه المتاهة، احكم على هاي واحكم على هدول واحكم على هدول. لا الاشي مبين ومفروز واضح، مبين ومفروز واضح. حتى لما بيخطئ، واي مين ما بيخطئ، من في اخطاء كثيرة، ياما ثورات في العالم قامت، بس انا مش مستعد اقف مع اللي خطأ واضح وهو متسلط على رقاب الشعوب، بوقفش معه بكلمة واحدة. ومن ضمن الكلام اللي ممكن اوقفه اجي اقيم جماعات تقاتله، لا ما بقيمش، مش وقته، مش وقته. في النهاية الشعب على أرض الواقع رح يفرز بقوة السلاح. ما هي المسألة اليوم اللي بيخليك تتطمن إنه الناس حاملة سلاحها. زمان كانوا يبيعوك ويشتروك، الأنظمة يبيعوك ويشتروك، اليوم ما بيبيعوك ولا بقدروا يشتروك لأنك أنت حامل سلاحك. هاي الآن لاحظوا هم أضعف منك، أضعف من إنهم يملوا عليك دول العالم كلها، أضعف إنها تملي عليك أنت. هي بتعترف فيك لأنك الآن أنت قوي، هي ممكن تتفاهم معك، انت القوي. اما ليش بقدروش يبيعوك؟ هذلك بقوا يبيعوك الزعماء زمان لما كنت انت ماشي وراهم، هذه الغنمة ماشي وراها بتوديك على المسلح. اما طالما حملت الشعوب سلاح خلاص